الآن في موضوع الضرب أنا خليني أبدأ الحديث بقصة استدل بهذه الآية طبعا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بعض الشباب كانت زوجته حردانة، طبعا تدخلت الوساطات وأهل الخير وأهل الصلاح حتى يردوا هذه البنت. فعلا ردوا هذه البنت، حب هذا الشاب ينتقم من البنت فحبس البنت في الحمام. بنت الناس حبسها في الحمام 25 يوم، في الصباح يحضر لها رغيف بيتا وصحن فلفل أحمر ووجبة برابيش، وفي المساء صحن أحمر ورغيف بيتا وجبة برابيش على مدار 25 يوم. تمام. إيش اللي صار؟ بقول لك في اليوم 25 انشغل، نسي باب الحمام، الله يعزك ويعز كل الإخوة المشاهدين والمشاهدات، نسي باب الحمام مفتوح فهربت إلى بيت أهلها. ليش سويت هيك يا ابن فلان يا ابن علان يا فلان؟ قال أنتم ما قريتش القرآن؟ ربنا بيقول واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هاي الآية بتقول إيه؟ هو اتخذ بواضربوهن لم يعي ما قالت الآية في البداية. التدرج، أحسنت. إحنا في شغلة اسمها تدرج، بعدين حتى لو مشي وفق التدرج هو هيك الضرب كما سيأتي معنا. لا، الآن فاعظوهن. على فرض زوج شعر أنه زوجته بتكذب، أول شيء بده يعظها، يجيب لها الآيات والأحاديث اللي بتأكد على حرمة الكذب. طيب الآن ما ضبط الوعظ في عنا، هجر في المضجع واهجرهن في الهجر بده يكون في ذات المضجع، بمعنى أنه ما يكون هو في غرفة وهي في غرفة، بحيث أنه الأولاد ما نلفت انتباههم أنه في توتر بين الزوج وزوجته، وبالتالي يؤثر على نفسياتهم. ثلاثة، لا ضبط وعظ ولا ضبط هجر، بنلجأ إلى الوسيلة الثالثة ألا وهي الضرب. وكيف الآن يمكن الضرب أن تكون هذه الوسيلة؟ أيوة أحسنتي. العلماء قالوا الضرب إما أن يكون بالسواك وإما أن يكون بالمنديل. والضربات بدهاش تزيد على 10، بدهاش تزيد على 10 ضربات، ليس بالعصا أو بالبربيش. لا يضرب الوجه، لا 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 يضرب الوجه. بعدين لما بدنا نضرب بالمنديل أو بالسواك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح. يعني بدك تضرب، اضرب على الرجل، اضرب على الظهر، اضرب على الأماكن اللي ما بتظهرش للناس، اللي هو إيه بشكل دائم. الضرب إحنا في فهمنا الإسلامي هو فقط مجرد إيصال رسالة للزوجة إنه أنا زعلان منك، نقطة أول السطر.